السلام عليكم، هشرح لكم النهاردة القطعة اللطيفة اللي نازلة معانا في العروض دي. ماشي، دي عليها خصم 20% بلس 29%، لسه نازلة معانا حالا، فقلت اقوم اعمل لكم يعني تجربة عملية عليها. دي قطعة، دي المفروض ان هي بنعبي فيها الحاجة من تحت، يعني هي المفروض ان هي بتتفتح من هنا. ماشي، وبنحط فيها الحاجة. انا قمت حاطط لكم فيها الرز بسرعة عشان خاطر اقصر الفيديو. يعني بتحطي فيها الحاجة وبتقفليها محكومة الغلق تماما. ماشي، انا حاطط لكم الرز اللي عندي كله يعني. ماشي، هي المفروض ان هي 5 لتر. 5 لتر دي هنشوف هي تاخد معانا قد ايه. هي تقريبا دلوقتي مليانه اقل من نصها، هوريكم. معلش المدام بتاعي بعافيه شويه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي مش رز بس، انت ممكن تحطي فيها تمر، تحطي فيها اي بقوليات بتجيبيها بكميات كبيره، يعني مش هنحصر يعني حاجات كتيره ممكن تحطيها فيها، مش هنحدد حاجه معينه. ماشي، هي دلوقتي معانا اهي واخده تقريبا 3.5 كيلو. 3.5 كيلو لسه فيها الفراغ ده كله. ماشي، شايفه بقى انت هتمسكيها ازاي بكل سهوله. هي ليها ملكه. نيجي بقى عند فتحها من فوق عشان نصب. بسم الله، ادي 1 2. انت تقدري تفتحيها ليها فتحتين، تمام اهي، فتحه كبيره وفتحه وسط، وتصبي منها زي ما انت عايزه. في الاخر هتسيبيها على الرخامه محطوطه، شكلها حلو جدا، مش هتضايقك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.